السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل ابو خلاص معاكم اليوم، جايب لكم اليوم تقرير عن الاضافه الجديده حق لعبه دراجونز دوغما، اللي هي تسمى دراجونز دوغما ذا دارك اريزن. اذا فكل يوم واحد كله راح يصير استرجال، فراح احاول استرجل اصير رجال. زين، فاليوم هذه هي لعبه، راح اتكلم عن لعبه اسمها لعبه دراجونز دوغما. هاي لعبه ار بي جي اوبن وورلد، نزلت عام 2012. فراح ينزل إضافة جديدة حق هذه اللعبة، في هي اسم الإضافة ذا دارك أريزن، دارجونز دوغما ذا دارك أريزن، أو المختار الأسود أو شي كذي. زين، أو الدارك ظلام. أوكي، فهاي الإضافة راح تعتبر شنو؟ راح تكون هاي إضافة كلعبة جديدة على اللعبة هذه، ما راح يكون الناس قالوا هاي دارجونز دوغما 2، لا راح تكون إضافة كدي ال سي حق دارجونز دوغما. زين، تحتوي هاي الإضافة على شنو؟ عبارة عن جزيرة جديدة تكتشفها قرب المدينة الكبيرة انت قاعد فيها، شفت المدينة الكبيرة بالدراجونز دوغما هذي؟ راح يكون في جزيرة، راح تكون قطعة أرض جديدة، جزيرة اسمها بيتر دارك ايلاند. زين، هذه هي الجزيرة، راح يكون فيها وحوش كثير، راح يكون فيها 25 وحش جديد، وحش مرعب جديد، قاعد اقرا وحش مرعب جديد. زين، راح يكون فيها، شفت انا من الوحوش شفت غول مغبط بسلاسل، هذا وحش شكله يعني مش الغول العادي المسخرة اللي كله نطق على العين المسخرة، راح يروح، لا غول قوي الحين، راح يجي مثل تنين صغيرون، ما شلون صايرة، راح يجي تنين زومبي نفس الوحش الانت اللي تحت الارض، راح تجي وحوش كثيرة جديدة. واكثر وحش حمسني طبعا هو وحش النهائي الجديد اللي حاطينه بغلاف اللعبة، راح تشوفون غلاف اللعبة الحين. وحش شكله مرعب صراحة، ويعطيك حماس انك تقاتله، شي بقول حماس يعني اقوى من وحش العادي، التنين العادي راح يكون هذا اقوى منه بكثير على حسب كلام الناس اللي قالوه. زين، راح يكون في 100 قطعة جديدة، اسلحة جديدة، يعني مع قطعة اسلحة مع اكويدمنت او معدات جديدة، من دروع، من اسلحة ودروع وقناجر وسيوف ورمحة، رمحة رماح. زين، فيكون في 100 قطعة جديدة تكون تستخدمها. راح يكون بعد زيادة كاستمايزيشن على الكاركترز، يعني زيادة تغيير على الشخصيات اللي تسويها، من شعر، من هدوم، من أشياء ثانية، انت قاعد تعدل على شخصيتك يعني. راح يكون بعد شنو فيه؟ راح يكون في مثل شلون اقول لكم اياها، تعدلون شكل الأسلحة، يخلون شكل الأسلحة أحسن إنك تستخدمها، ويضيفون ضربات جديدة حق الشخصيات. في باللعبة تقريبا 6 كلاسات أو 7 كلاسات، راح يضيفون ضربات جديدة على الكلاسات، ما راح يضيفون كلاسات جديدة، كلاسات جديدة، أو راح يضيفون بس ضربات على الكلاسات الجديدة. إنزين، فشيء هم حلو بعد، فأنا متحمس صراحة حق هذا الإضافة، راح أشتريها. راح توفر هاي الإضافة تاريخ 26/4/2013، 26 أبريل 2013، راح توفر كسي دي تتجمع دراجونز دوغما العادية مع دراجونز دوغما دارك أريزن، يعني إضافة مع اللعبة الأصلية، وراح تنزل كدي ال سي بالستور. اللي راح ينزلها كدي ال سي بالستور راح ياخذون أشياء إضافية، أشياء مثل هدايا، مثل بونس، نقاط زيادة، وبعض الإضافات راح ياخذونها كفري، وراح يظل ليفلهم، البروجرس حق ليفلهم يكمل معاهم حق المراحل الجاية. فأتوقع راح تحتاج الليفل العالي تواجه الوحش العملاق اللي خلق هذا، راح يكمل معاك الليفل. فهذا شي حوش، ما تضطر انك تعيد اللعب من اول وجديد، من اني قاعد اختمها الحين، اختمتها مرتين قبل، الحين اختمها بعد مرة. زين، فهذا شي وايد حلو يضيف اللعبة حماس. انا لحد الحين قاعد العب اللعبة ومتحمس فيها. في وايد ناس يقولون اللعبة نوعا ما صعبة، لكن انا ما اشوف انها صعبة، اشوف انها سهلة جدا، وصلت ليفل عالي. الحين راح اتهاوش مع تنين، راح تشوفون اتهاوش مع تنين. وليفلي كم تتوقعون؟ ليفلي 100. كم في ليفل؟ لازم في ليفل. الحين شغل التصوير عشان تشوفونه، شغل التصوير، 1 2 3، شغل التصوير. اوكي، الحين راح نقاتل تنين، راح تشوفون نقاتل ليفل 100. طبعا كم حد كل ليفل؟ ها تنين، شوفوا هنا بمكان الانت، يعني مكان المراحل النهائية بالشريط العادي بدون اضافة. راح تضيف اضافة، راح اضيف لك شيء جديد تسويها. ها تنين ناري، انزين
هاي ليفل 100، كم الماكس الليفل؟ ماكس الليفل ماكس ليفل هو 200 عشان توصل، 200 هو اعلى ليفل باللعبة، وتقريبا شوف مستحيل توصل له بسهولة يعني، صار لي فوق 6 اشهر قاعد العب باللعبة، لكن في ناس وصلوا، في ناس وصلوا، يعني بالانترنت حاطينهم في ناس قدروا يوصلوا 200. ومسك صح مسك مساعدي. هنشوف مساعدي هذا سيطر على عقله صار ضدي لازم اطقه. احمه جناحه مساعدي ما قاعد يتحرك ليش؟ خذ ما قاعد يطقني زين مساعدي وحش بس هو يطقني يعني زين هو سواها من نفسه ذبح مساعدي مو انا ذبحته. الوحش هذا المفروض يكون من اقوى وحوش اللعبه لكن ما هو صعب مو صعب كلش يعني شوف طقته ما تاثر ما تاثر فيني وايد قاعد يطقني شغل وانا حاط مدع قوي حاط درع الساحر يعني اضعف شيء فحاط من اضعف الكلاسات اللي قاعد فيها و... واللعبه مو تشالنجينج او ما فيها تحدي كثير يعني فانا نظر اضافه انه عشان يكون في اللعب تحدي زياده الحين انا متعلق على التنين شوفوني قاعد اتمسخر عليه ما اقدر اسوي شيء قاعد احاول اصلح قلبه يبي يطير ولا سالفه ايش تبي تسوي انت؟ اصلا في جبوح اقدر اذبحها بدون ما اسوي له شيء انا. لكن شو اسوي بعد؟ اساعدهم. شاد خليني اوصل قلبك يا مش كويس. لازم هذا التنين شنو ما يتاثر الا ان طقيته على شنو؟ على قلبه. غير قلبه ما يتاثر. يتاثر لكن شوي يعني مو وايد. والله عقد التنين مو سهل. لك اكو شغل. الحين اقتله. قاعد بس اهم شيء يطق قلبه شوف شوف دمه عنده تقريبا 7 دموم كذي شوف هذا دمه نص بسهم واحد بس ذبح كل ربعي ترى مواليها واحد بواحد ما عنده مشكله ترى يا مش كويس والله قدها تعال ابيك يلا خليه واحد بواحد وهاي جو مابعي خلا واحد بواحد بس اخذ ثلث شويه ان مهين تطلع صاحبنا قوي يعني مو قوي وايد يعني هو عشان المفروض يكون من قوة وحش اللعبه يعني ولا قاعد ولا قاعد ياثر فيني وايد عادي جدا تعال يعني انا حاط اضعف في قصه اللعبه ويعني سهل توهقت شويه صح؟ ادري I cannot move ابي اواجه واحد بواحد ما ابي حد يتدخل يا تعب مشكلة تنين صغير ما اعرف متى انا صغير شي انا قاعد صغير مقارنة بتنين النهائي يعني تنين النهائي ها مواجهة قول مواجهة مع راسك تفشلني قدام المشتركين ها ها انا ما فيك يعني انا يا وحش يا مش كويس زين شوف ها وحش مسخرة يعني انا مقمص زين عندك خنجرة تنين يعني شو بيسوي هالواحد قدامك ولا شيء يعني احنا ما جاء واحد بواحد يحاول ينزلني الحين شوف يحاول ينزلني من فوقه يتقلب ما شو يسوي ماكو فايدة انا متعلق ومتعلق لو تنقلب السماء على مش كويس بعد لك شوف خلينا نشرب مشروب الطاقة ريدبول هذا ريدبول بس خلاص اكو فايدة راح انزل لان اكو فايدة ما راح يخليني اطقه بسك مرة ثانية تعال 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 احين طقه بسهم طقه بسهم بيهتم فجأة بيهتم فجأة موت صدقني ما راح اسوي مش كويس صدقني ما راح اسوي لي مش كويس مواجهة خطيرة خل ساعدهم سايقا ما يختفون قتلنا التنين زين ها كانت المواجهة مع التنين المفروض ان ثاني اقوى وحش باللعبة يعني ف
قضيت عليه عشان يقول اللعبة صعبة. فأنا بنص الليفل النهائي يعني، ما وصلت الليفل النهائي 100، هذا النص لحد الحين ما وصلته، وقضيت على الوحش بسهولة نوعا ما، سهولة يعني أخدم مرتين. لكن اللي يطلع يكون عنده هيلث وايد، أنا ما عندي هيلث وايد، عندي بس مشاغيب مشروبات يعني تزيد الطاقة وشي. فكانت نهاية حلقة اليوم، شو أتمنى لكم تعجبكم، عطي رأيك بالكومنت، عطني كم ليفل وصلت لحد الحين، تبي تشوفون ليفل 100، ليفل 100 شوفوا ليفل 100 أوكي، قولي كم وصلت بالليفل، هل تطمح توصل 200؟ هل أنت متحمس للإضافة الجديدة اللي راح تنزل؟ فقول لي بالكومنت. أشوفكم على خير، سلام عليكم.